شكرا لسمو الشيخ محمد بن حمد بن محمد الشرقي ولي عهد إمارة الفجيرة حفظه الله على هذا الاهتمام في ترسيخ التعاليم الإسلامية وتسليط الضوء عليها من خلال هذه الاحتفالات الدينية. مشاهدين أكيد حفلت العديد من كتب الأدب بكثير من النصوص والمشاهد اللي صورت أحداث السيرة النبوية الشريفة، وتعد دواوين الشعر وثائق مهمة في كثير من المواضيع، كما كانت كتب وتراجم الصحابة الذين عاشوا أحداث سيرة الرسول صلى الله عليه وسلم وشهدوا على وقائعها سواء في الغزوات أو البعثات. أكيد خير معين للتعرف على بعض صور وأحداث السيرة النبوية في حلقتنا اليوم، أكيد رح نتعرف عليها أكثر عبر التاريخ والأدب والنصوص والكتب الخاصة بالسيرة النبوية مع الأستاذ عيسى مصطفى، شاعر وأستاذ في الدراسات الإسلامية. صبحك الله بالخير أستاذ عيسى، وكل عام وأنت بخير بمناسبة المولد النبوي الشريف. صباح النور لكم جميعا، وبارك الله فيكم، وكل عام وأنتم بخير، نحن وأنتم والأمة الإسلامية في جميع أقطار الأرض إن شاء الله. أستاذ عيسى، لو نتحدث اليوم من خلال تواجدك معنا ونستفيد من خلال تواجدك اليوم معنا في هذه الحلقة والتغطية الخاصة بمناسبة المولد النبوي الشريف، عن أهم الكتب والدراسات الإسلامية التي بحثت وأبحرت في السيرة النبوية العطرة. في الحقيقة موضوع السيرة النبوية موضوع يغذي القلوب، فبدأ موضوع التدوين كما تعلمين متأخرا عن عصر الخلافة الراشدة، فهناك من كتب في السيرة أمثال ابن إسحاق في مغازيه، ثم بعده توالت السنوات إلى أن كتب ابن هشام سيرة النبي صلى الله عليه وسلم. فمن الكتاب الذين كتبوا السيرة أحمد بن زين دحلان، وهناك من كتب في فقه السيرة في فهم العبر والعظات التي أخذت من المواقف ومن الغزوات أمثال الدكتور البوطي الذي كتب فقه السيرة، وكثيرون هم العلماء في العصر الحديث حقيقة الذين كتبوا في السيرة. إذن موضوع السيرة موضوع بحث طويل، وموضوع المدح أيضا موضوع طويل، فنجد كتبا ومجموعات شعرية في مسمى كتب المديح أو القصائد. إذا أردنا أن نستعرض بداية من أول من قال الشعر في مدحه للنبي محمد صلى الله عليه وسلم، نجد أن الشعر قيل قبل الإسلام مدحا في النبي محمد صلى الله عليه وسلم، وربما تعرفين أختي الفاضلة الشعر الذي قاله عم النبي صلى الله عليه وسلم العباس حينما أراد أن يمدحه، وهذا قبل البعثة، قال: وأنت لما ولدت أشرقت الأرض، وأنت لما ولدت أشرقت الأرض وضاءت بنورك الأفق، فنحن في ذلك الضياء وفي النور وسبل الرشاد نخترق. في إشارة إلى أن النبي عليه الصلاة والسلام حينما وضعته أمه السيدة آمنة أضاء نور عظيم في تلك الليلة شعر بها من وجدها ومن كان في ذلك الزمان، فهو يشير إليه، قال: يا عم، قال: يا رسول الله، يا ابن أخي، أتأذن لي أن أمدحك؟ قال: قل لا يفقد الله فاك. قال: وأنت لما ولدت أشرقت الأرض وضاءت بنورك الأفق، فنحن في ذلك الضياء وفي النور وفي سبل الرشاد نخترق. بعد ذلك أراد أبو طالب عمه أيضا أن يمدحه، قال: يا رسول الله، أتأذن لي أن أمدحك؟ فأذن له، فقال: وأبيض يستسقى الغمام بوجهه، كناية وإشارة إلى لونه عليه الصلاة والسلام الأبيض المشرب بالحمرة في قمة الجمال، وأبيض يستسقى الغمام بوجهه، ثمال اليتامى عصمة للأرامل، يلوذ به الهلاك من آل هاشم، فهم عنده في نعمة وفواضل. تجدين أيضا بركات النبي عليه الصلاة والسلام وبركات مولده حينما أخصب العيش عند حليمة السيدة المرضعة، حينما كانت يعني في حال قحط وجدب، استقدمت إلى مكة فأخذت منها رضيعا، فكان نصيبها أن تأخذ النبي محمد عليه الصلاة والسلام، فأخصب العيش عندها بعد محل وشعرت بسعادة وسرور. إذا أردنا أن ننتقل فنجد في الإسلام شعراء كثيرون مدحوا النبي صلى الله عليه وسلم، وخيرهم الشعراء الثلاثة للنبي صلى الله عليه وسلم، ثلاثة من الشعراء: حسان بن ثابت، عبد الله بن رواحة. إذن
وكعب بن زهير له معلقته الشهيرة: بانت سعاد فقلبي اليوم متبول، متيم إثرها لم يفد مكبول. فيمدح فيها ويعتذر إلى النبي صلى الله عليه وسلم عما بدر منه، ثم يأتي على أبيات فيقول: إن الرسول لنور يستضاء به، مهند من سيوف الله مسلول. ففي البردة نجد وصفا وتخليدا، ونجد استعراضا جيدا من كعب بن زهير الصحابي رضي الله عنه. إذا أردنا أن ننتقل أكثر إلى الحقبة التي تلتها في العصر الأموي وفي العصر العباسي، نجد الشعراء يعني ما أهملوا هذا الجانب، فأغلب الشعراء لديهم قصائد في مدح النبي محمد عليه الصلاة والسلام. إذا أردنا أن ننتقل إلى ما بعد في العصر العباسي، نجد بردة ثانية للإمام البوصيري. البوصيري كتب قصيدته التي قال فيها وأصبحت يعني أشهر من نار على علمي: أمن تذكر جيران بذي سلم، مزجت دمعا جرى من مقلة بدمي، أم هبت الريح من تلقاء كاظمة، وأومض البرق في الظلماء من إضمي، فما لعينيك إن قلت اكففا همتا، وما لقلبك إن قلت استفق يهني، أيحسب الصب أن الحب منكتم ما بين منسجم منه ومضطرم، وأثبت الوجد خطي عبرة وضنا مثل البهار على خديك والعنم، نعم سرى طيف من أهوى فأرقني، والحب يعترض اللذات بالألم، يا لائمي في الهوى العذري معذرة مني إليك، ولو أنصفت لم تلمي. حقيقة هي قصيدة رائعة، خلدها التاريخ وخلدها حب النبي من أهلها من البوصيري. ثم جاء من بعد ذلك الشاعر الفذ أحمد شوقي رحمه الله، فكتب معارضة لهذه القصيدة: ريم على القاع بين الباني والعلم، أحل سفك دمي في الأشهر الحرم. قصيدة رائعة جدا. أعتقد إلى أني أثقلت عليك، أريد أن أخذ السؤال. لا بالعكس يعني أستاذ، أكيد مستمتعين معاك يمكن حياتي. في هذه العصور نفس ما ذكرت العصر نعم. الأموي، العصر العباسي، إلى الشاعر المصري رحمة الله عليه أحمد شوقي نعم. لو نتحدث عن كتابات بالشعر خاصة في كونك شاعر أستاذ عيسى، هل كتبت في السيرة العطرة للنبي صلى الله عليه وسلم أو استذكارا واستحضارا للمولد النبوي الشريف؟ الحمد لله رب العالمين، أكرمت في بعض الخواطر فكتبت فيها قصيدة هي في الحقيقة مناجاة للرسول صلى الله عليه وسلم في هذه المناسبة العطرة. هذه المناجاة جاءت على شكل شعر: في بحر مفاعلة مفاعلة فعوله، بحور الشعر وافرها جميل، مفاعلة مفاعلة فعوله. هي على بحر الوافر، غير أنها مجزوءة، بمعنى التفعيلة الأخيرة ليست موجودة في القصيدة، إنما مفاعلة 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 مفاعلة، ونوعت فيها القافية. فقلت مستعينا بالله: بحور الحب واسعة ولا وزن ولا حد، وحب محمد سعدي، ونعم الحب والسعد، ومولده كمعراج ليعرج فيه من يشدو، وصحب محمد شغف، وآل محمد مجد، وسنته هي العظمى، ويبقى شرعه القصد، وإن محمدا عبد وليس كمثله عبد. ثم نوعت في القافية فانتقلت إلى أبي الزهراء: أبا الزهراء لا نشقى، وحبك دائما يبقى، سألثم كفك اليمنى، أمرغ كلما ألقى، ربيع جاء يبهجنا، وأنت ربيعنا الأنقى، ربيع جاء يبهجنا، وأنت ربيعنا الأنقى، ولولا أنت كنا في بحار جهالة غرقا. ألم يقل الله هو الذي يصلي عليكم وملائكته ليخرجكم من الظلمات إلى النور؟ فبفضل الله أن أرسل الله لنا محمداً عليه الصلاة والسلام فأخرجنا من الجهالة إلى النور، من الظلمات إلى النور. ولولا أنت كنا في بحار جهالة غرقا، فأهلاً كلما ذكروا ربيعاً يوقد العشق. في الحقيقة هذا الربيع دائماً يجدد لنا الحب ويحرقه ويعيد صهره من أول، كما كان على المحجة البيضاء. ثم ختمت بقافية ثالثة: أيا رحمن يبكينا حنين حين ذكراه وشوقا، أيا رحمن يبكينا حنين حين ذكراه وشوق، لم نطق صبرا
كطفل ضل مأواه فراح مخاطبا ربا تدارك إنك الله فيا حنان أسعدنا برؤيا من محياه. أنت اللي أسعدتنا بهذه الكلمات الجميلة. أسعدنا برؤيا من محياه رسول الله يهوانا كذلك نحن نهواه أفض يا ربنا أنسا على فرح بذكراه. وهذه دعوة لكل الذين يفرحون ويعبرون عن هذا الصدق والشوق بأنهم إن شاء الله سيصلهم حظ من السعادة والأنس. وأنا أتشكر في هذه المناسبة هذا التلفزيون الذي قدم لنا هذه الفرصة الطيبة، ووجه شكري الخاص في الحقيقة إلى الدكتورة مايا الهواري رئيسة مجلس الإدارة في مدرسة دبي كارميل، فهي التي أتاحت لنا اتصالا وأشكرها جزيل الشكر. فهي مناسبة طيبة أن رأيناكم وتحدثنا وأكرمنا بهذا الجلوس. يعني أكيد أستاذ عيسى أسعدنا بهذه الكلمات في حب الرسول صلى الله عليه وسلم، وأيضا استذكارا واستحضارا للمولد النبوي الشريف ولهذه السيرة العطرة. أستاذ عيسى، كونك باحث في الدراسات الإسلامية وبما يخص السيرة العطرة، شو أكثر شيء أو شو الدروس المستفادة من هذه الدراسات الإسلامية المتعلقة بسيرة النبي صلى الله عليه وسلم؟ في الحقيقة السيرة النبوية مدرسة كاملة وفيها عبر وعظات وقف عندها الكتاب كثيرا، فنتعلم من سيرته سلوكا ونهجا قويما نمشي عليه إلى يوم الدين. فسيرته كانت مفسرة للقرآن الكريم، وهو الذي لا ينطق عن الهوى إن هو إلا وحي يوحى، فهو صلى الله عليه وسلم قرآن يمشي على الأرض. حينما سئلت السيدة عائشة كيف كان خلق رسول الله صلى الله عليه وسلم، قالت كان خلقه القرآن. إذن فهو الذي شرح لنا كيف جاء الوحي بسيرته بسلوكه بنهجه القويم. فتعلمنا منه الدين، تعلمنا منه الصلاة والصيام توضيحا لما أمر الله به حينما قال وأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة. جاء النبي فوضح وفسر وبين الهيئة والكيفية التي ينبغي أن تكون عليها العبادات. فهو مدرسة نأخذ منه في تربيتنا لأنفسنا لأولادنا، في معاملتنا مع الجوار، في معاملتي لطلابي الذين أدرسهم الآن، إذن في معاملتي مع الوالدين، فهو خير مثال لبر الوالدين. طبعا نحن نستذكر هنا أن النبي ولد يتيما، فنحن نعلم أن النبي حينما حملت به أمه بعد شهرين انتقل والده عبد الله، توفي وانتقل إلى العالم الآخر إلى الدار الآخرة. بعد ذلك لما أصبح في 6 سنوات توفيت أمه آمنة. نعم، ثم انتقلت الكفالة إلى جده عبد المطلب. ثم بعد أن أصبح عمره 8 سنوات توفي عمه. نعم، انتقلت الكفالة، توفي جده، انتقلت الكفالة إلى عمه أبي طالب. نعم، فلنعلم من هذا أنه ليس للإنسان ملجأ إلا الله، ليس الأب ولا الأم ولا الأهل ولا الإخوة. فهذا أراد القدر، أراد الله عز وجل أن يوضح لنا أنك وإن كنت عظيما في أمتك ونبيا ليس لك مرجع إلا الله. ألم يقل الله عز وجل والله يعصمك من الناس؟ إذن هو حافظه وعاصمه وراعيه، الله ولي الذين آمنوا فهو وليه. نعم، إذن نتعلم دروسا كثيرة، أهمها النهج، السلوك، التربية، المعاملة مع الآخرين. ودين الإسلام هو دين المعاملة، دين التعامل السمح ودين السلام. من اسمه اشتق هذا الحال الذي نعيش فيه. نحن نعيش الحمد لله رب العالمين، الأصل أن يكون حال المسلمين في سلام، وهو دينهم، والله ربهم اسمه السلام. فحينما أقرئ إنسانا السلام فأقول له السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، فأنا أذكر الله في هذا الخطاب وأدعو له أن يكون الله راعيه وحافظه و يشمله ووليه. فهذا هو الإسلام حقيقة، هو النهج القويم الذي يدل على السماحة.
صحيح، والسيرة العطرة للنبي محمد صلى الله عليه وسلم خاتم الأنبياء والمرسلين. أستاذ عيسى، من خلال تعليمك نقول للطلاب الدراسات الإسلامية بما يخص سيرة النبي صلى الله عليه وسلم، شو القيم اللي دائما تركز عليها وتحب دائما تنقلها من السيرة العطرة النبوية إلى الطلاب والجيل الجديد؟ نعم، في الحقيقة أهم شيء دائما علينا أن نتمسك به كما كان النبي صلى الله عليه وسلم متمسكا به قبل الدعوة. في أي شيء شهر وبأي شيء عرف النبي محمد قبل أن يأتيه الوحي؟ ألا تذكرين معي أختي الفاضلة حينما كان يقال له الصادق الأمين؟ إذن دائما أركز على موضوع الصدق. لذلك حينما نعلم أن المؤمن لا ينبغي له أن يكذب ولا يكون كذابا، الصدق هو الرقم الأول في حياة الإنسان وفي منظومة الأخلاق الحميدة. فإذا صدق الإنسان في تعامله وصدق في كلامه وحديثه فإنه سيكون إنسانا سليما قويما. أما الإنسان الذي يلف ويلوي أعناق النصوص ويخاتل ويخادع فهذا للأسف يعني يصعب أن يكون له قرار وأن يكون له مبدأ. لذلك دائما أوصي طلابي وإخواني وزملائي وأولادي، إذا أقول لهم عليكم بالصدق، فإن الصدق منجاه، الصدق سفينة النجاة، وإن الرجل لا يصدق حتى يكتب عند الله صديقا، إن الصدق ليهدي إلى البر. فالأحاديث كثيرة والآيات: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وكونوا مع الصادقين. النبي وصف في الجاهلية بالصادق الأمين. لم يجرب عليه كذب قط. الله أكبر. يعني عادة ربما يقول الإنسان كلاما غير حقيقيا في ظرف ما، في وضع ما، في خدعة ما، إلا أن محمدا عليه الصلاة والسلام لم يغير حقيقة شيء ما في الجاهلية، فيما قبل النبوة وفيما بعد الوحي، فهو الصادق الأمين الصادق المصدوق. لذلك نأخذ أهم شيء الصدق، لأن الإنسان إذا صدق كانت هناك الصراحة، والصراحة والشفافية هي سعادة تجعلك تتفاعل مع الآخرين. فالصدق الأمانة نأخذ منه الوعد وصدق حسن الخلق. نعم، منظومة حسن الأخلاق كثيرة. أكيد أستاذ عيسى، ما زلنا مستمرين معك في هذه التغطية بمناسبة المولد النبوي الشريف واستحضار السيرة العطرة للنبي محمد صلى الله عليه وسلم. خلينا نروح معاكم مع المشاهدين. مشاهدينا أكيد في هذه الحلقة المميزة بعيد مولد سيد الخلق محمد صلى الله عليه وسلم، من أحد أبرز مظاهر الاحتفال بهذه المناسبة الدينية، فن المالد، وهو موروث إسلامي قديم ترجع جذوره إلى استقبال أهل المدينة المنورة للنبي صلى الله عليه وسلم عند قدومه مهاجر إليها من مكة المكرمة. وفتيات المدينة ينشد: طلع البدر علينا من ثنيات الوداع. وحول هذا الفن خلينا نتابع معاكم المزيد في هذا التقرير. أشرق البدر علينا مرحبا، فاختفت منه البدور مرحبا، مثل حسنك ما رأينا مرحبا، فن المالد يعتبر من الموروث الإماراتي من الجانب الروحي، حيث المحبة والتعلق بالقيم الروحية السامية والتعريف بشخصية نبي الرحمة صلى الله عليه وسلم وتعليق القلوب بها والتراحم المجتمعي والجمال والفن. يا من اسمه طه وياسين حبيب الله. المالد أو المولد كما اشتهر اسمه هو الاحتفال بمناسبة ولادة النبي صلى الله عليه وسلم من خلال أداء الأناشيد وقراءة قصة ولادته صلى الله عليه وسلم، وهو موروث إسلامي قديم ترجع جذوره إلى استقبال أهل المدينة المنورة للنبي صلى الله عليه وسلم عند قدومه مهاجرا إليها من مكة المكرمة. يقام الاحتفال بمناسبة مولد النبي صلى الله عليه وسلم بقراءة بعض النصوص النثرية والشعرية ذات المستوى الرفيع والتي كتبت لسرد قصة ولادة النبي صلى الله عليه وسلم ومجمل سيرته أو في مدحه وذكر شمائله الشريفة. مرحبا حبيب يا مرحبا.
يقام المالد عادة في المناسبات الدينية كمناسبة المولد النبوي الشريف في 12 من شهر ربيع الأول، كما يقام في بعض المجالس بشكل شهري، ويقام أيضا في المناسبات الاجتماعية المختلفة كالأعراس والانتقال لمنزل جديد وغيرها. مشاهدينا، من فن المالد إلى فن الموشحات الدينية، حيث تذخر الاحتفالات الدينية بالموشحات الأندلسية، وهي فن غنائي مستحدث من فنون الشعر العربي نشأ وترعرع في بلاد الأندلس. لمزيد من التفاصيل عبر هذا الفن وحول هذا الفن، خرحب معاكم بضيفنا المنشد الأستاذ محمد مصطفى. صبحك الله بالخير وحياك الله معنا. والله أنا مسرور بكم في هذا اللقاء الرائع الممتاز. نورتنا، يعطيك العافية. نعم، الله يحفظك يا رب. الموشحات هو شيء جميل جدا، وهو تراث أندلسي اهتم به الوشاحون وبعض المؤديين لهذه الموشحات كما قلت. نعم وأسلفتي، فيجب على الإنسان أن يتعلم هذه الموشحات في هذه الأيام لكي يقدمها لهذا الشباب الجيل الصاعد، الجيل الجديد، وأيضا نفس ما ذكرت أستاذ محمد عشان تكون في الاحتفالات الدينية وفي مثل هذه المناسبات، وبالتحديد استحضار السيرة العطرة لمولد النبوي الشريف. أكيد أستاذ عيسى، نرجع لموضوع الدراسات الإسلامية وكونها تتحدث عن السيرة النبوية العطرة، شو القيم اللي تحبوا دائما تنقلوها وتركزون عليها من خلال السيرة النبوية العطرة إلى الجيل الحديث؟ عندما نقرأ سيرة النبي محمد عليه الصلاة والسلام ونذكر أجزاء مختطفات في هذه الحفلات أمثال المالد وغيره من المناسبات الجيدة، فإننا في الحقيقة نذكر هؤلاء الشباب بنهج النبي محمد صلى الله عليه وسلم، بتعامله، بصدق حديثه، بوفائه بالعهد. فنحن في هذا الذكر تذكير، في ذكرنا لأجزاء وإنشاد وقصائد، فإننا نذكرهم بالحبيب صلى الله عليه وسلم، بأن نطلب منه الشفاعة، بأن نستذكر أخلاقه وأن نتمثل بها، فمنه نأخذ وننطلق. صحيح. يعني أستاذ محمد وأيضا أستاذ عيسى، حابين نسمع منكم نشيد بهذه المناسبة وبهذه الذكرى العطرة أيضا. نحن إن شاء الله جاهزون إن شاء الله. تفضل. تفضل أستاذ عيسى. هام قلبي يا قلبي عندما ذكر النبي المختار. كنز التقى
الناقة كنز التقى والناقة من جاءنا حقا بشير كنز التقى والناقة كنز التقى والناقة من جاءنا حقا بشير محمد أحمد طه يا طه كامل الأنوار. يعطيكم العافية. يعني أستاذ محمد برأيك ما مدى أهمية بالفعل استحضار واسترجاع مثل هذه الموشحات الأندلسية وبالتحديد في مثل الاحتفال بهذه المظاهر الدينية أو بالتحديد بالمولد النبوي الشريف؟ الموشحات هي فن أصيل، لابد من الوشاح أن يوصل هذا الموشح إلى التلميذ أو المتعلم وأن يسمع هو كلام فصيح موزون. إذا أردنا أن نتحدث وأن نوصل هذا التراث يجب أن نحافظ عليه، هذا إرث أندلسي يجب أن نحافظ على هذا الإرث. وكثير من الوشاحين والمطربين يعني قالوا وتحدثوا في باب الموشحات، منهم الأستاذ صباح فخري طبعا في مدينة حلب، كثير من الوشاحين تحدثوا مثل هذه الموشحات، يا شادي الألحان وكثير منها. فيجب على الوشاح أن يتقن فن الموشحات لكي يكون وأن يصل إلى أرقى شيء لدى الجيل الصاعد. صحيح، وينقلها للجيل الجديد. نعم أكيد. طبعاً لابد. صحيح، وتنتقل من ثقافة إلى أخرى. لو نتحدث أستاذ عيسى عن أهمية مثل هذه الموشحات وكونك باحث في الدراسات الإسلامية، أهمية بالفعل نقل مثل هذه الموشحات إلى الجيل الجديد، إلى أبنائنا الشباب وحتى إلى أطفالنا. في الحقيقة موضوع الموشحات موضوع هو والطرب، هو والنغم، هو والصوت يحرك الأشجان والألحان. نعم. فالذي يريد أن يعبر عن شيء ما أولاً عليه أن يطرب. كيف يطرب؟ بالسماع، فالسماع يحرك الأشجان، يحرك القلوب. فهذه الكلمات كوننا ندرس اللغة العربية والتراث الإسلامي ينبغي أن تصل إلى الذين من بعدنا بهذه اللغة، يحافظ على هذا الإرث وهذه اللغة التي تحرك قلوبهم، تحرك مشاعرهم. فلا يمكن أن يتخلى الإنسان عن ثقافته، عن موروثه. في تنقل هذه الموشحات من بلاد إلى بلاد كانت أندلسية، أما الآن فهي عالمية. فليست صحيح. إنما هي بالأندلس، إنما هي بالمشرق، بالمغرب، في أوروبا وغير ذلك، نستمع إلى هذه الألحان التي تحرك الإنسان. فالإنسان كتلة من المشاعر تحركه كلمات ويطرب لها. حابين نسمع بعد شيء من القصائد كمان الرائعة جدا في مدح النبي صلى الله عليه الصلاة والسلام. قصيدة رائعة إن شاء الله. تمام، راح تسمعونا مع بعض صحيح؟ نعم، قصيدة ومن ثم مديح إن شاء الله. تمام، تفضل. ولد الهدى فالكائنات ضياء وفم الزمان، وفم الزمان تبسم وثناء، الروح والملأ الملائك حوله، للدين والدنيا به بشراء، الروح والملأ الملائك حوله للدين والدنيا به بشراء. يا خير من جاء الوجود تحية من مرسلين، إلى الهدى بك جاءوا، بك بعثوا.
وبشر الله السماء فزينت وتضوعت مسكا بك الغبراء بك بشر الله السماء فزينت وتضوعت مسكا بك الغبراء حلمنا وأملنا نوراك يا ربيع هل علينا حقق حلمنا وأملنا وفانا بميلاد الهادي وفانا بميلاد الهادي رسول العالم نبينا رسول العالم نبينا طه حبيبنا نور دنيانا أنس حياتنا سر نلنا آملنا لما أتانا أعظم من يشفع فينا أعظم من يشفع فينا نورك يا ربيع هل علينا حقق حلمنا وأملنا نورك يا ربيع هل علينا حلمنا وأملنا وفانا بميلاد الهادي وفانا بميلاد الهادي رسول العالم نبينا رسول العالم نبينا وصلي ربي سرمدا سرمدا على النبي نور الهدى ما الطير شوقا غردا ما الطير شوقا غردا ما الطير شوقا غردا ما الطير شوقا غردا يشدو بذكرى هدي يشكو بذكرى هدينا نورك يا ربيع هل علينا حقق حلمنا وأملنا نورك يا ربيع هل علينا حقق حلمنا وأملنا وفانا بميلاد الهادي وفانا بميلاد الهادي رسول العالم نبينا رسول العالم نبينا يعطيكم العافية ونورتونا أكيد في هذه التغطية بمناسبة المولد النبوي الشريف كل الشكر لك أستاذ عيسى مصطفى الباحث في الدراسات الإسلامية نورتنا ويعطيك العافية الله يسلمك بارك الله فيكم شكرا لجهودكم العفو يعطيك العافية وأكيد كل الشكر للمنشد الأستاذ محمد مصطفى شكرا لك ويعطيك العافية ونورتنا الله يحفظك يا رب ويبارك فيك ويحفظكم نحن دائما مسرورين معكم في هذا إن شاء الله يعطيك العافية هذه الذكرى شكرا لكم يعطيكم العافية